كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. 3-5-2 ويستغل ممرات بديكيتي على اليسار اللي هو مش مدافع ولا غنجاوي اللي هو مش دافع باش يدير واحد زيادة عددية وسط الميدان وأصلا يكونوا هاجم يعني مهاجمي قارين ونغمي وخفي وزيادة على يعني هذوك الظاهرين. فطريقة اللعب غيرنا على أسلوبنا على حساب الفريق الخصم، عرفنا أن هناك غيكون ثلاثة مدافعين فسدينا الممرات على الأطراف طوى كطوى وهاجمناهم الوسط من وسط الميدان، عطينا لاعبين عندهم مهارة فردية اللي قدروا يجاوزوا المدافعين اللي منهم الرحولي منهم جوزيف منهم طونغارا، ضيعنا عدد فرص ولكن مش جينا الإصابة، عرفنا خاص أنه غادي يخرج يلعب الكرة باش يجيب تعادل. درنا تغيير آخر تكتيكي، قلبنا 4-1-4-1 باش نسدوا وسط الميدان رجل رجل باش المهاجمين ما يخرجوش يعني الكرات من عند وسط الميدان اللي هما كلهم عندهم نظرة ثاقبة في تمرير الكرات. فلعبنا بالطبع المرتدات اللي مستغلين السرعة ديال اللاعبين، الحمد لله جبنا الإصابة الثانية، بعد الإصابة الثانية تيقنا أننا سنفوز باللقاء فرجعنا للوراء. اون انيماسيون ديفونسيف بيان اتيدي افيك اون فيرميتور سي لي كولوار، والحمد لله هنيئا لفريق الجيش الملكي هاريق ان نو ريسبونسابل كو نزون في كونفيونس اي بيان سور البوبليك اللي تنقل بكثره لهذا المقاومه، فمن العار ان نرجع بهزيمه امام الجمهور. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.